بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح البري، تم تجهيز سيارات الإسعاف المتواجدة بمنفذ رفح البري بأحدث المستلزمات الطبية والمعدات والحضانات المجهزة لنقل 28 طفلاً من المبتسرين، وكذلك الأطقم الطبية المتخصصة للتعامل معها. وبناء على تقييم الوضع الصحي للأطفال من جانب الفريق الطبي المصري، تقرر نقل عدد من الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، كما تم نقل 12 طفلاً بواسطة الإسعاف الطائر إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة لتلقي العلاج. جاري تقديم الرعاية الصحية الكاملة للأطفال وكافة سبل الراحة لمرافقيهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. طفلتي كانت محتاجة لحضانة لأنها ولادة مبكرة من أطفال الخداج، نزحنا لغزة، من غزة للجنوب، حرب بس مش حتكون هالقد طويلة الأمد إنها رح تمتد لمستشفيات يعتدوا على أطفال الخداج. تخليت عن طفلتي لمدة 40 يوم، اليوم عرفت إنه بنتي عايشة من بعد 40 يوم فراق، لا بعرف إنه اليوم عرفت إنه بنتي عايشة. كان المنظر يرثى له، يعني الأطفال عليهم رمل تراب، وصلوا المستشفى بيحكوا احمدوا الله انه اطفالكم وصلت لنا عايشه، ما تسالوا اي شغله ثانيه. في خوف لدرجه وانا ماشيه بالطريق في مطب البنت تصير تعيط وتصرخ، يعني عانوا من صوت القصف من الويلات، اطفال زي هيك ايش ذنبهم؟ مش عارفين ايش ذنبهم. اجانا اتصال انه طفلتي خلاص محتاجه بس تغذيه. ولدت قبل الحرب باسبوع، بعدها رحنا نزحنا من الشمال للجنوب، بطلت اعرف اي حاجه عن البنت. لسه امبارح عرفنا بالكشف انه هي موجود اسمها والحمد لله عايشه. جينا حكولنا نتوجه على مستشفى الاماراتي، رحنا انا وجوزي توجهنا على مستشفى الاماراتي. ولدت خامس يوم الحرب 11/10 في مستشفى الشفاء الطبي. بعد عمليه الولاده قعدت يوم بالمستشفى، بعدين رجعت تاني على الشمال عبيتي، وظلوا البنات في الحضانة، وظلوا ما قدرت أتمكن من خلال هذه الفترة 39 يوم إني أشوف البنات في مستشفى الشفاء الطبي، لأنه كان ممنوع إنه حد يدخل أو يخرج من المستشفى، وما في كان أي وسيلة اتصال بيننا. امبارح سمعنا إنه تم نقلهم إلى مستشفى الهلال الإماراتي برفح، وإنه يتم نقلهم على الجانب المصري. طمنا وشفنا البنات، حكولنا إن شاء الله بتتوجهوا على مصر. اليوم تحركنا الصبح ووصلنا المستشفى والحمد لله، ولقينا البنات بصحة، يعني كانت أول مرة أشوفهم من بعد عملية الولادة في 11/10، هي اليوم تمكنت إن أشوفهم والحمد لله كانوا بصحة جيدة. بعد ما وصلت هنا والحمد لله، يعني قبل ربع ساعة اتوجهت على قسم الحضانة، يعني طفلتي أنا بحكي الحمد لله رجعت التنفس طبيعي. كانت الحالة طول الطريق البنت خايفة تعيط. توجهنا على مصر وفي الإسعاف أخذونا وتوجهنا وهنا في مستشفى العريش الهون، وتم نقلهم من بالإسعافات من المستشفى الإماراتي إلى الجانب المصري. وصلنا الجانب المصري، الاستقبال كان جيد للأطفال، يعني تم نقل الأطفال بشكل كتير سليم وجيد، يعني تم وضعهم كل واحد في حضانه والحمد لله طمنهم هلأ بخير. يعني والحمد لله بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الكبير اللي تقدمه للشعب قطاع غزة. نشكر الحمد لله أنه استقبلنا واهتم في بنتي، وإن شاء الله يا رب بحضنها وبتطلع بالسلامة. شكرا لكم على استقبالكم، يعطيك العافية.